فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القول في معرض الدعاء للميت رحمه الله إن شاء الله، أو الله يرحمه إن شاء الله؟ اترك إن شاء الله، لا تجيبها، هذا دعاء، والدعاء ما أتى فيه بإن شاء الله، اجزم الدعاء كما في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نعم.